السلام عليكم، معكم احمد مسير محل بيع شباكيه وحلويات رمضانيه حي انس. انا هنا في هذا الدومين كاين اكثر من 18 عام في هذا الدومين. شحال من اسر تقريبا؟ وشي خمسه الناس، سته فيهم عيالات وفيهم نساء وفيهم رجال. بالنسبه للحركه ديال البيع والشراء الحمد لله، شي فرق بينه وبين رمضان اللي فات او رمضان اللي فات؟ شويه الحمد لله، تقريبا بحال التميلات. المخرقه العاديه دايره 25 درهم الكيلو، مخرقة اللوز دايره 50 درهم، بريوات اللوز دايرين 80 درهم، حنشة اللوز دايره 100 درهم الكيلو، وبالنسبة للكاوكاو بريوات والسيجار دايرين 30 درهم الكيلو، مقروت بالحبة السوداء وقعقل لوم سيفيسا حتى هو داير 30 درهم الكيلو. ورقة بسطيلة ومخرقة وبريوات سيجار. بالنسبة للمسمار شوية الحمد لله، حتى هو فيه إقبال شوية. آخر كلمة وكنقول لكم مرحبا بكم في حي أنس عند أحمد جمول المخرقة، واللي بغات شي حاجة مرحبا به، وكنشكركم بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.